دور التحفيز والتشجيع بالنسبة للأبناء. نعم. نعم نعم نعم. ففي هذه الأشياء لابد أن تكون من ضمن القوانين أو المنهج الذي يضعه رب الأسرة أو الأم، مثل ما قال أم مدرسة، أن تكون هناك محفزات. بمعنى إذا استطاع مثلا هذا الشاب أن يصل مثلا إلى مستوى من الوعي الصحي، أو مثلا مسابقة فكرية تعنى بالأمور الصحية، فأقصد هناك عدة طرق لتنشئة الوعي الصحي بين 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 أفراد المجتمع. فممكن استخدام أكثر من وسيلة، أكثر من طريقة لتعزيز الثقافة والتوعية الصحية في هذا المجال. ومثل ما قلت ممكن استخدام التحفيز، الجوائز. لماذا؟ يعني إذا مارست النشاط الرياضي، إذا استطعت أن تنقص الوزن، إذا أكلنا مثلا هذه الوجبات 3 مرات في الأسبوع، السمك 3 مرات أو مرتين، سوف مثلا تكون هناك مثلا زيارة أو رحلة أو وهكذا. وأعتقد هذا الجانب التحفيزي، وطبعا أساتذتنا في التربية وعلم النفس يعرفوا هذا الموضوع، تعود بالإيجاب على الممارسة وعلى التطبيق كذلك. وأيضا كذلك الواقعية، يعني يتعامل مع الوضع بشكل واقعي، يعني حتى تكون هناك تحسينات متدرجة. نعم. للشاب أو الفتاة في هذا الجانب. لا ننسى كذلك أستاذ أسعد، لابد من تعزيز هذه الثقافة والممارسة في الثانوية وفي الجامعة. يعني في بعض المدارس أو الثانويات الحصة الرياضية هذه تستخدم لسد الفراغ، يعني نعم. وهذا لا ينبغي. هذا لماذا الحكومة وضعت حصة بهذا المسمى، حصة بدنية رياضية؟ حسنت. للتنمية الرياضية، للتنمية العضلية، لابد من إعطاء التنمية الصحية الرياضية، لابد من إعطاء كذلك أبحاث. يعني الآن بعض المناهج تهتم بالأبحاث في هذه السن. لماذا لا يتم التركيز على نمط الحياة الصحي، الأمراض المستعصية أو الأمراض المزمنة وطريقة التخلص أو الوقاية منها؟ فأقصد هناك لابد أن يكون تكاتف، ليس فقط في البيت وفي الثانوية وفي الجامعة. وأعتقد تكاتف الجهود بإذن الله سوف تأتي بأكلها إن شاء الله.